يقول السائل: بالنسبة للاستخارة، هل هي في الأمور البسيطة والصغيرة كشراء الأجهزة الكهربائية وغير ذلك، أم في الأمور الشرعية؟ يقول: بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل هي في الأمور البسيطة والصغيرة كشراء أجهزة أم في الأمور الشرعية؟ الأمور المهمة، إذا هممت بأمر مهم من الأمور، مثل زواج، مثل تجارة، مثل سفر، الأمور المهمة، فهذه إذا لم تعزم وكان عندك تردد فإنك تصلي صلاة الاستخارة في شأنها. أما الأمور البسيطة والأمور السهلة والأمور التي لا قيمة لها فلا حاجة إلى الاستخارة. نعم.